زي ما احنا عارفين النظام المصري حاليا بيشارك بشكل او باخر في محاصره اهلنا في غزه، قطع عنهم المساعدات ومش بيدخل الجرحى والمصابين، وفوق ده كمان لا الموضوع ما بقاش على اهل غزه بس، لا ده بقى على المواطن المصري كمان. المواطن المصري اللي احنا بقالنا كتير قوي بنحاول نقنعه ان هو ما يهاجرش بشكل غير شرعي، ومش مستاهل ان هو يدفع فلوس لبعض المهربين عشان يهاجر، وبنحاول نمنع الهجره غير شرعيه، واللي بنحاول دايما نقنعه ان هو يقعد في بلده. طيب عندنا بقى مواطن مصري ملوش اي علاقه لا بسياسه ولا باي حاجه، مواطن مصري عادي جدا، راح غزه قبل الحرب عشان يشوف اهل زوجته، متجوز واحده فلسطينيه وداخل يشوف اهل زوجته. حصلت الحرب وهو موجود داخل قطاع غزه، مواطن مصري ملوش علاقه باي حاجه، مواطن طبيعي، المفروض حق الدوله عليه انها تدخله وانها تحميه، ولكن مش ده اللي حصل. من وقت الحرب والكلام على معبر رفح ما بينتهيش، وما بيدخلوش غير بعض الناس وبعض الاشخاص الموجوده. كتير من الناس موجودين دلوقتي على معبر رفح وقفوا وفرشوا خيامهم ومش عارفين يعملوا ايه، وزي ما قلت لكم الغريب ان في منهم مصريين محجوزين على المعبر او في الجانب اللي موجود ناحيه فلسطين ومش عارفين يرجعوا لبلدهم، وفوق ده كمان بنطلب منهم ان هم لو عايزين يخشوا حاولوا بقى تدفعوا 1000 ولا 2000 دولار، وتعالوا نسمع الفيديو ده من احد المواطنين المصريين الموجودين داخل غزه المحاصره. وهي انا جيت معاها عشان نحضر مناسبه هنا في فرح اخوها، وللاسف قامت الحرب، ومن وقتها انا مش عارف اخرج، محدش مهتم بالحاله بتاعتي نهائيا، سجلت في كل الاماكن اللي قالوا عليها وللاسف الاسم ما بيطلعش، فما فيش قدامي، انا ما عنديش اي بيت هنا، ما فيش قدامي غير ان انا افضل نايم على باب المعبر. يعني انا بطالب المسؤولين ان هم يهتموا بالحاله بتاعتنا، لان الاولاد بصراحه وانا كمان واحنا كلنا تعبنا من الوضع اللي احنا فيه. انا يا جماعه يعني تقريبا منقطع عن عملي اكتر من 90 يوم، فطب انا حصل ايه اكتر من كده؟ كل الفلوس اللي معايا تقريبا صرفتها هنا، مش باقي معايا الا حاجات بسيطه يا دوبك هي اللي تقدر توصلني لحد البيت. من يوم الجمعه تقريبا ما نزلش اي كشوفات مصريه، واحنا مش عارفين ايه السبب كمان، ولما سالت واحد من المسؤولين بتوع المعبر الفلسطيني ان ايه السبب ان ما نزلتش كشوفات مصريه بقى لها 3 ايام، قال لي والله هي سفرتكم مش مدوره عليكم، قال لي حاول تنسق معاهم بالمصاري عشان تخرج يعني، ده كان كلامه. قلت له ازاي يعني؟ طب يعني انا يعني واحد عايز اروح بلدي ادفع فلوس؟ قال لي والله هم ما نزلوش كشوفات بقى لهم 3 ايام بالسبب ده، لان في خلافات على موضوع التنسيقات، وان الفلوس اللي بيلموها كتير قوي، وان سعر التنسيق وصل لرقم كبير بيتعدى ال 1000 وال 2000 دولار. انا مش عارف بصراحه رد المسؤولين في مصر ايه يعني. ولا اي حد عارف رد المسؤولين في مصر ايه، وليه مواطن مصري يكون موجود في دوله اخرى مش عارف يدخل بلده، وعشان يدخل بلده محتاج ان هو يدفع 1000 و2000 دولار عشان بلده تسمح له ان هو يعدي ويدخل وسط اهله عشان تحميه من الخطر الموجود عليه حاليا. الفيديو طبعا عمل غضب كبير جدا على منصات التواصل الاجتماعي، وكان في تعليقات كتير عليه، والبدايه باكونت اسمه فيدراليستا اللي قال هو انا خايف عليه فعلا، بس واضح زي ما هو قال ما عندوش حاجه يخسرها، واحد خسر كل فلوسه وشغله فخلاص مستبيع. هو شكله كان خايف يتكلم قبل كده، بس خلاص ما بقاش عنده اللي يخسره، فبالتالي طلع واتكلم. حسن اتكلم عن تعامل الدولة مع العالقين دلوقتي وقبل كده، وفكرنا بحادثة قبل كده في الكويت، وقال لو تفتكر أزمة المصريين العالقين في الكويت وقت انتشار كورونا، الدولة المصرية ذات الخلفية العسكرية عملت حوارات كتير جدا لغاية لما الكويت اضطرت ترجعهم طيران على حسابها، ولو دورت هتلاقي الموقف ده بيتكرر كتير. منى علقت على تجاهل السلطات المصرية الواحد زي المواطن المصري ده، وقالت عيب والله يا جماعه كل حاجه بتحصل تخص المعبر من مصر تقهر. تجاهل المصريين العالقين وتجاهل الفلسطينيين المصابين والجرحى والنازحين قهر قهر قهر. الشيماء كانت مستغربه شويه من الناس اللي موجوده في مصر والحكومه الموجوده في مصر، فقالت مش مستغربه، او ما كانتش مستغربه، فتقول مش مستغربه، النظام المصري من امتى كان يهمه حياه حد فينا اصلا؟ وطبعا معروف مين هيطلع يخونه دلوقتي ويقوله انت بتشوه صوره بلدك يا عدو بلدك، وبلده اصلا قافله في وشه الباب. همس اتكلمت عن البهدله اللي بيتعرضها المواطن المصري في اي حته في العالم، وقالت حرفيا اي ازمه او مشكله بتحصل في العالم دايما تلاقي المصريين متبهدلين ومش عارفين كمان يرجعوا بلدهم، ومذلولين على المعابر والمطارات ومحدش سائل فيهم. الفيديو ده على الاقل انت شفته زيه 3 4 مرات في أي أزمة حصلت قبل كده في العالم. حسام ناقش فكرة التعامل مع المصريين أصلا، وقال أنت اللي غلطان،
هو انت لو كان معاك جنسيه تانية غير مصريه او غير المصري كان زمانك عديت من اول يوم وحسبي الله ونعم الوكيل. اخر تعليق معانا من عبد الرحمن اللي قال انا عايز افهم بجد يعني ايه ابقى على حدود بلدي ومش عارف ادخلها. دي بلدي يا جماعه، انا صاحب الارض يا جدعان. في النهايه مش هتلاقي الانجاز ده موجود في اي حته في العالم، ولكن في الجمهوريه الجديده بالحمد لله احنا بنساهم في حصار اخواتنا واهلنا في فلسطين وبنمنع عنهم المساعدات والعلاج، وكمان بالمره بنمنع اهل البلد نفسهم من دخولها ولا كانهم مصريين ولا كان دي بلدهم. ومصر او لو انت مصر انك تدخل فلازم تدفع عشان تعدي او خليك مكانك وتموت هناك احسن، وده تفكير الدوله المصريه.